ولا في رؤوس سودا ولا رؤوس بيضة ولا دهون زيادة في بشرتك، بشرة نظيفة وما فيهاش بقع تصبغية كلف نمش ولا أثر حبوب، وبيشد البشرة وبيخلي بشرتك صافية وناعمة جدا. عايزاكم بجد تجربوه على ضمانتي. ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب وكمان شير لاصحابك عشان يستفادوا. اول حاجة هضيف معايا معلقة من القهوة. القهوة من الحاجات اللي بتعمل سكراب خفيف للبشرة، بيزيل الجلد الميت، بيفتح البشرة جدا، بيوحد اللون، كمان بيزيل التصبغات والبقع والكلف والنمش، وكمان بيخلي البشرة صافية قوي. حطيت معلقة واحدة من القهوة وهضيف عليها معلقة من العسل الأبيض. العسل الأبيض من الحاجات المفيدة جدا للبشرة وبيديلها نضارة وبيخلي البشرة كمان صافية. فأنا خدت معلقة من العسل، وكمان عايزة اقولك بتنظف المسام الواسعة وكمان بتخلي البشرة صافية جدا. حطيت معلقة من العسل. طب اللي هيسألني العسل مفيد او مهم مثلا او ضروري، هو مهم وضروري لانه فعلا كويس جدا، بس لو ما عندناش او المكان اللي عندنا او يعني ايا كان البلد اللي احنا فيها مش موجود عسل ابيض عندهم، بيستبدلوه بجل صبار، بس العسل يعني نتيجته اقوى وافيد واحسن. حطيت معلقه من العسل، هضيف عليهم معلقه من ميه الورد، معلقه صغيره. ميه الورد من الحاجات اللي بتنظف المسام الواسعه، بتقللها كمان، بتخلي البشره صافيه، بتقلل اثر الحبوب، كمان بتخلي البشره صافيه، وكمان بتقلل التجاعيد. بصوا ده مكتوم كويس بالشكل ده. هضيف عليها معلقه من النشا او الكورن فلاور. النشا طبعا من الحاجات الجميله للمسام، بتقلل الدهون الزياده اللي بتبقى في البشره او بتمتصها، كمان بتقلل المسام الواسعه، بيفتح البشره جدا، بيخلي الملمس بشرتك ناعم، وكمان من الحاجات المهمه والضروريه النشا في الوصفه. هدمجهم بقى كويس. بصوا قوامها وريحتها تحفة، شايفين؟ هضيف عليها ربع معلقة صغيرة من الكربونات الصوديوم، طبعا عشان ينضف لي المسام الواسعة وكمان ينضف مكان الرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء ويبدأ يشيلها لي بكل سهولة. حلوة قوي. مش هنكتر، هنحط ربع معلقة مش اكتر من كده. ما ينفعش اصلا في الوصفة اللي انا عاملاها ان انا احط اكتر من ربع معلقة، شايفين؟ هضيف عليها معلقة من السكر. ممكن استبدل السكر بالملح، ممكن استبدله بالرز او الارز المطحون، الحاجة المتاحة عندك اللي تريحك استخدميها. اسهل حاجة ومتوفر في كل بيت السكر، هو بس بيبقى شكله كده وقوامه بيبقى تقيل كده شوية. تمام، دي اول حاجة هنعملها مع بعض. باخد من الوصفة، شايفين؟ بالشكل ده، وابدأ بحركات دائرية. وبصوا حبيبات السكر ده بيخلي البشرة ناعمة جدا وبيزيل كل الجلد الميت وبينظف البشرة جدا. دي اول وصفة بعملها الاول قبل اي وصفة، يعني مثلا لو احنا بنعمل وصفة كل اسبوع بعمل الوصفة دي، بتنظف البشرة جدا جدا جدا، وبجد هتديكي نتيجة حلوة. لو كمان انت بتحطي ميك اب اعملي الوصفة دي قبلها، حلوة قوي. اول حاجة هحط معايا هنا معلقة من النشا او الكورن فلاور. النشا طبعا زي ما قلنا فوائده حلوة قوي، بيمتص الدهون الزيادة وبيفتح البشرة وجميل قوي للبشرة. هضيف عليها ربع معلقة من البيكنج باودر، ده حلو قوي قوي، كمان من الحاجات اللي بتنظف المسام الواسعة وبتقلل الدهون الزيادة اللي بتبقى في البشرة، وكمان حلوة قوي قوي في تنظيف المسام، خصوصا للناس اللي عندها رؤوس سودا ورؤوس بيضة كتير. هنا حطيت ربع معلقة من البيكنج باودر او البيكنج باودر او خميرة الحلويات، وحطيت معلقة من النشا. هضيف كمان عليها معلقة صغيرة جدا من جل الصبار. حلوة
حلوة قوي قوي للبشرة وبيدي نضارة، وكمان بيرطب البشرة، ومن الحاجات الحلوة قوي اللي بتقلل المسام الواسعة، وكمان بينضف البشرة جدا. هضيف عليها برضو ربع معلقة صغيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون من الحاجات اللي بترطب وبتنعم وبتدي للبشرة نضارة، فبرضو احنا مش هننضف البشرة من غير ما نديلها نضارة كده. فاحنا هنا حطينا ربع معلقة من زيت الزيتون، وهبدأ أدمج جل الصبار مع النشا. ريحتها حلوة قوي، جل الصبار مع زيت الزيتون مدي ريحة حلوة. هضيف بقى عليها معلقة صغيرة جدا من مية الورد، معلقة صغيرة ما نكترش عشان ما تسلش مننا وتبدأ تبقى معايا سايلة كده ومش مظبوطة. هحاول بقى أدمج قوي عشان أنا عايزاها ناعمة. بصوا، هضيف عليها معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الملح، ملح الطعام بتاعنا العادي. الملح بيطهر ويعقم وينظف، كمان من الحاجات الحلوة قوي اللي بتنظف البشرة، كمان بتقلل المسام وبتخلي البشرة صافية. ممكن بشرتنا بتتحسس من الملح، استبدله بسكر. تمام، انا حبيت انوع عشان اللي تناسبها هي اللي تستخدمها. تمام كده، هضيف بقى عليها معلقة صغيرة من الدقيق، حاجة بسيطة جدا. ده لما باجي اعمل عملية فرك للوصفة من بشرتي بيبدأ يزيل كل الجلد الميت، وكمان بيزيل كل الرؤوس البيضة والرؤوس السوداء، وكمان بيشيل كل الشعر الوبري. انا حطيت معلقة صغيرة، لو احتجت تاني هحط. لا هي كده تمام اهي. بصوا بقت حلوة قوي. هنا ببدأ بقى اعمل ايه، ببدأ ان انا اخد حتة صغيرة كده ده، وببدأ حركات دائرية. هي بتبقى عاملة زي الماسك كده كريم، وحركات دائرية. هحس بالحبيبات بتاعة الملح، ده هيشيل كل الجلد الميت. طبعا بشرتنا حساسة من الملح، هضيف مكان الملح سكر او رز مطحون، وهبدأ اعمل حركات دائرية كده في منطقة الانف والدقن والقورة، المنطقة اللي مليانة رؤوس سودة ورؤوس بيضة ودهون، وابدأ اعمل حركات دائرية كده لحد ما كل البشرة تنزل كده، او تحس ان بشرتك نتفت وخلاص. ابدأ ان انا اشطفها، يعني انا ما بسيبهاش اكتر من 10 دقايق فرك كده على البشرة وبرفق، يعني بالراحة، مش ان انت تدعكي وتجرحي بشرتك، لا خالص. هي بصي بالراحة كده في منطقة الانف، المنطقة اللي مليانة رؤوس سودة، 10 دقايق هتبدأ كل ده ينضف معاكي، ويديكي نتيجة حلوة جدا جدا، وهيخلي البشرة صافية وفيها نضارة حلوة قوي. جربوا الوصفتين وقولوا لي رأيكم ايه فيهم. ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب، وكمان شير لاصحابك عشان يستفادوا. يا رب تكون الوصفة عجبتكم. باي باي.